السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة مزيانة. فيديو جديد وتجربة جديدة. خديت من ماكدة أكسيون كريبيير، قلت نجربها ونتقاسم معكم هذه التجربة. الكريبيير تدير 14 أورو 99. أنا أساسا خديتها على قبل الرغايف والملوي، ما خديتهاش على قبل لي كريب تنديرهم في المقلاة العادية و تيخرجو مزيانين. خديتها على أساس إذا بغيت نصوبها في أي بلاصة، مثلا نستعملها في الجردة، نستعملها في هكا في بختو، في ما بغيت نستعملها ونستعملها، ما نكونش مضطرة نستعملها فقط في غير في الكوزينة. الو، هاد الكريبيير الثمن ديالها 14 أورو 99. غادي تلقاو مشروح فيها في بلغات مختلفة، كاين باللغة الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية، البولونية. اللغة كل واحد اللغة اللي تيفهم ليها، مي تنظن بأن الآلة سهلة الاستعمال، ماشي شي حاجة معقدة. تخرجوها من الكرتونة، مسحوها، نقيوها، ومن بعد ممكن تستعملوها. قبل الاستعمال دهنوها بالزيت. في المعلومات اللي كاينة بأنها ديمونستراسيون لارجور ديالها 30 سنتيمتر بالنسبة للكريب، ديال لا تاي ديال لاكريب. بالنسبة للتمبيراتور تيبقى لكم الريغلاج، انتما اللي غتريغليو درجة الحرارة. غادي تلقاو معها سباتول اون بوا باش تعاونكم في كي بالنسبة لي كريب. اش غادي تلقاو معها عاوتاني لونتروتيان ديالها فاسيل. تمسحوها بقطعة قطن باش ما تجرحهاش، وقبل الاستعمال ضروري تدهنوا بالزيت باش الكريب ما تلصقش. كاين في تحت الماشين كاين اونتي ديرابون باش الا حطيتوها في لو بلان دو ترافاي ما تزلقش ليكم. و فوالا، بالنسبة للبويسونس ديال الماشين تدير 1000 واط. بالنسبة لي كريب مزيانة مزيانة. هذا أول استعمال. هذه المرة أنا جربت فيها، بغيت نجرب فيها غير الملوي. إن شاء الله فيديو آخر غادي نجرب فيها لي كريب ونشارك معكم التجربة. باش تتنفع هكا الآلة الكريبيير إلكتريك، ممكن تحطوها في أي مكان بغيتو، تحركو بها في أي مكان، ماشي ضروري الكوزينة. كي تشوفوا هنا درجة الحرارة نتوما اللي تتحكموا فيها. فاش تتبان لكم غير تتعملوا البريز، تتبان لكم ديك البولة شاعلة البولة. وبالنسبة لدرجة الحرارة نتوما اللي تتحكموا فيها، سواء تزيدوا فيها ولا تنقصوا فيها، وتيبان لكم الضو خضر. هو اذا بان لكم الضو خضر اذا المهم شعلات، وتزيدوا في الحراره ولا تنقصوا. شنو اخر؟ قبل الاستعمال دهنوها بالزيت، ضروري دهنوا بالزيت باش لا كريب ما تلصقش. طريقه التنظيف، حاولوا ما امكن تنظفوها بقطعه قطن وتخليوها تبرد، عاد تنظفوها بسائل سائل أواني وقطعة قطن باش ما تجرحوهاش. فوالا، إذا عندكم شي سؤال مرحبا، في كتبوه لي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. فاش غادي نعمل بها لي كريب، غادي نشارك معكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. فوالا تنجرب، لأن أول استعمال داكشي باش تنجرب، باش نشوف شحال تطلع في درجة الحرارة. بالنسبة للملوي جاني مزيان كأول تجربة.
دابا غادي نجربها ونرد عليكم الخبر واش مزيانة ولا ما مزياناش. بكل صراحة المرة الجاية غادي نصوب بها لي كريب. نتمنى هاد الفيديو تعجبكم، ونقول لكم مع السلامة إلى مرة أخرى إن شاء الله. في أمان الله.